السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن رؤية العصير في المنام. أحبابنا الكرام، رؤية العصير في المنام من الرؤى الجميلة والطيبة، فمن رأى أنه يعصر عنبا نال خصبا. وكذلك عصير القصب وغيره من العصائر، وإن كان فقيرا استغنى. لو رأى شاف العصير أو شاف أنه هو بيعصر، يبقى إن كان فقيرا استغنى. وإن رأى في المنام أن الناس يعصرون في كل مكان العنب والزيت وغيرهما وكانوا في شدة، أخصبوا وفرج عنهم. وإن رأى ذلك طالب علم أو مسجون نجا مما هو فيه. وإن رأى ذلك مديون قضي دينه. وإذا رأى ذلك طالب العلم والسنن تفقه فيهما وانعصر له الرأي من مصدره. وإن رأى ذلك أعزب تزوج فخرجت نطفته وأخصب. وإن كان العصير كثيرا جدا وكان معه تين أو خمر أو لبن نال سلطانا. ومن رأى أنه عصر العنب وجلاه خمرا أصاب حظ من السلطان أو نال مالا حراما. لقصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: إني أراني أعصر خمرا، فنال حظوة من الملك وكان يعمل عنده ساقيا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ما كان عندنا من علم. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائده. اللي بيشوفني لاول مره تشرف بنا يشترك في قناتي، يفعل خاصيه الجرس واختار منها الكل حتى ياتي اشعار بكل ما هو جديد. الى لقاء اخر ومقطع اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.